مدينة الرفعت 17/8/2012 آثار الدمار الذي خلفه طيران حربي بعد أن قصف المدينة منذ الصباح الباكر مخلفا عدة إصابات منها الخطيرة. دمار شامل موقع القذيفة، أحد البيوت الذي استهدفه الطيران. الطيران الحربي استهدف البيوت الآمنة. كان سكان هذا المنزل في داخله نائمين حين قصفت طائرة حربية المنزل مخلفة عدة إصابات، من بينهم طفل لم يتجاوز الثلاث سنوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. دمار واستهداف، دمار واستهداف لبيوت الناس العزل. الله أكبر.